مساء الخير مشاهدينا، إن شاء الله سنة جديدة عليكم مليئة بكل ما هو جميل وجديد. اليوم طبعا خصصت قناة ليبيا بانوراما لحصاد 2021 كل ما هو جديد في سنة 2022، إن شاء الله حنتكلم عليه خلال السنة الجاية بإذن الله. والسنة هذه طبعا طرقت ليبيا بانوراما لكل مواقف، يعني كانت مواقف جميلة، مواقف إيجابية، وأيضا عدة حاجات ربما مرت على ليبيا بانوراما بعراقيل، كلها حنتكلم عليها إن شاء الله في حصاد 2021. بداية نرحب بضيوفي الكرام في الاستوديو، هما زملاء أكيد في قناة ليبيا بانوراما. رحب بالاستاذ محمد نشنوش مدير قسم الانتاج في قناه ليبيا بانوراما، وايضا رحب بالاستاذه الهام باللامه طبعا مقدمه ومعده البرامج في قناه ليبيا بانوراما. رحب بكم. تمام، باذن الله نمشوا لهذا التقرير ومن ثم راجعين نستكملوا باقي حصاد 2021. خلف الكواليس هناك عين لا تنام ترصد الحقيقة وتقدمها عبر شاشة ليبيا بانوراما ناصعة جلية. وعلى مدى عام مضى واكبت القناة الواقع المعاش بكل ما فيه من معطيات وتحديات، صاغت خطابها الإعلامي بمهنية ومصداقية عنوانه وبالبنط العريض الوطن والمواطن. في برنامج معاد شو وقف منبر بانوراما على مسافة واحدة من الجميع، كان صوت من لا صوت له، نقل كل الآراء وبلا إقصاء، وأتاح حرية التعبير بمنأى عن التضليل. كبيرة هذه، وانتم طيبين، ليبيين وأمازيغ كلهم، ليبيين وأمازيغ من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، وإن شاء الله ديما ربي يوحد كلمتنا زي ما وحدنا في النهار المبارك هدايا. وفي برنامج الناس واخبارها افرد المساحه تلو الاخرى للحديث عن احوال الناس المعيشيه والخدميه والمناشط اليوميه، واماط اللفام عن همومهم وقضاياهم. والحاجه اللي نطلبها ان الدوله تهتم بهم اكثر، يعني يبقوا الاهتمام حتى من الدوله، لانهم كانوا راهو فئات. انا لولا لما شفت هذا خفت ونفسيتي تعبت الحق، يعني لاني شفت كانوا مش مهتمين بهم. ولأن الغاية المنشودة لسياسة القناة تقديم محتوى إعلامي قيم وهادف، يترأى في عدة برامج تكون حلقة وصل بينها وبين المشاهد، كان برنامج مع الحكيم المختص بكيفية مجابهة فيروس كورونا على مستوى الأفراد والمجتمع، وبرنامج صحتك تهمنا المهتم بالتوعية الصحية الشاملة. العلاج أهم شيء لما يكون البهاق في الأماكن المتعرضة للشمس، لازم إكريمات واقية للشمس، في بعض المرج دول نضع إكريمات واقية للشمس، في بعض يقول لك نحط حاجة اسمها كتغطية أجزاء البهاق الظاهرة. ونالت البرامج الدينية أهمية قصوى، فكان مما تحبون وهذا ذكر، ومفاهيم وأفكار وقول معروف جلها برامج ذات خطاب ديني وسطي ومعتدل، الذي نتناول فيه بعض المصطلحات التي شاعت وانتشرت انتشار النار في الهشيم، وقد يخفى على الناس بعض مضامينها، بعضها بسبب التحريف والتسلط على هذا المفهوم. كما تناول برنامج وأسلم الرمضاني في حلقاته أهم مشاهير العالم الذين اعتنقوا الدين الإسلامي وأصبحوا دعاة له مبشرين به، وحمل على عاتقه مسؤولية الدعوة لدينه الجديد بل الدفاع عنه من خلال شركة ميديا الإعلامية الخاصة به. ومن أبرز أقواله: إن الإسلام دين يعلمني كيف نقارع النفس ونتغلب على شهوتها إيمانا واحتسابا وخوفا من الله، وسعيا للتميز وشغفا بالتنوع ورغبة في الإبداع، وضعت القناة خطة برامجية تسهب في التنوير والتثقيف عبر برنامج اقرأ معي وبرنامج زين على زين، اللذين اهتما بالخصوصية والهوية والفولكلور الشعبي للمدن الليبية،
وخاطب برنامج نانا المشاهد بلغة كانت همزة وصل ما بين الماضي والحاضر عبر نصيحة ومعلومة مستوحاة من العادات والتقاليد. الراي اللي احنا نبو نفكروا فيه، الدبارة اللي احنا نبو نفكروا فيها ونبي إن شاء الله نستفيدوا منها. وبشكل غير مسبوق على قناة ليبيا بانوراما أطل علينا برنامج شغف حاملاً إلينا بشائر أمل عبر حلقاته التي عرضت وبأسلوب إعلامي شيق ومتمرس، نماذج مختلفة حققت نجاحات في شتى المجالات، ذللت الصعاب وتحدت الإعاقة، وكانت في تجاربهم العظة والعبرة والدرس المستفاد. الاسم محمد مجدي مختار بن اسماعيل، العمر 18 سنة، الدراسة مرحلة شهادة ثانوية إن شاء الله. كان عندي شغف، تمرنت في نادي الفرسان هنا بما أني مع أني الكفيف الوحيد ما بينهم. إن الله خلقه مش باش يستريح، يعني ما في شيء ما تقعمزش في مكانك وتقول لا نبي ونبي ونبي، ما في شيء ربي، ما فيش حد ربي خالقه بيوفر له كل سبل العيش من غير ما هو يسعى له. بعين بانورامية كانت عدسة القناة تتجول في كل الميادين، تتابع كل حدث رياضي في فقرة أخبار الرياضة اليومية أو عبر البرنامج الأسبوعي بسبورت الذي ينفرد بمساحة من النقاش مع المسؤولين والمحللين والصحفيين والنقاد الرياضيين على كل القضايا التي تمس الرياضة وبلسان حال الجمهور الرياضي كان حديثه. فيا حضرة المسؤول، ضاعت السنوات ونحن كإعلام رياضي وجماهير رياضية نناشدكم وننتظر منكم وقفة جادة لصيانة ملاعبنا. تحية للشباب اللي خلف الكواليس، هذه لقطات مشاهدين من داخل غرفة قناة ليبيا بانوراما اللي موجودة حاليا في العاصمة طرابلس، اللي اثبت في كل ما هو جديد في أرض الواقع. طبعا حاولنا نحن نجدد وحاولنا نحن نطلع بصورة أفضل وحاولنا نحن نديروا حاجة ربما تختلف شوية على يعني على الوضع اللي صاير في طرابلس وعلى الأحداث اللي مرت بها ليبيا. يعني بصفة عامة كانت ليبيا بانوراما موجودة في قلب الحدث، كانت دائما تواكب في الحقيقة وتنقل للمشاهد الصورة. طبعا هذه نيوز روم في قناة ليبيا بانوراما، وهذه الجلسة درناها اليوم هيك باش نغيروا جونا وجو الزملاء. ايضا اليوم كانت فيه روح حلوة وجميلة بينت التآلف والحب اللي بيناتنا احنا كفريق عمل. اكيد نحيوا كل العاملين بقناة ليبيا بانوراما، الكل كان يخدم ويكافح وينقل في الصورة. اكيد ما ننسوش قسم الام سي ار مجهولة تحية، وأيضا الكنترول والمخرج وكل الزملاء في قناة ليبيا بانوراما نجولهم أجمل وأفضل تحية. يلا نرجعوا مشاهدينا لضيوفنا. محمد نشنوش مرحبتين بك، مدير قسم أو مدير الإنتاج في قناة ليبيا بانوراما، وأيضا إلهام باللامة معدة البرامج في قناة ليبيا بانوراما، رحب بكم. وأنتم يعني من غير ترحيب أنتم أبناء قناة ليبيا بانوراما. أستاذ محمد، في البداية نبدأ معك الحديث أو الحوار عن قناة ليبيا بانوراما، يا ريت تكلمنا عن قسم الإنتاج وتوضح للمشاهد كيف موجود قسم الإنتاج في قناة ليبيا بانوراما. تمام، بارك الله فيك مروة على الترحيبة هذه. طبعا أنا معروف عني أني ديما وراء الكواليس ما نطلعش في التلفزيون، لكن هذه الأول مرة وأصرينا أن احنا نكونوا موجودين باش نوصلوا صورة للناس المشاهدة اللي تشاهد في قناة ليبيا بانوراما. أولا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله العام الماضي هذا مشي وطفيناه، وإن شاء الله يكون عام قادم أبيض وجميل معنا. وتحية لزملائي. بالنسبة لبانوراما هذه بيتي الثاني، هذه بانوراما يعني نروح حوشي كأني قاعد في بانوراما، نروح لبانوراما كأني في حوشي، هذا البيت الثاني. وزملائي وزميلاتي هنا في القناة يعني إخوة وأحباب وأصحاب. بالنسبة لإنتاجنا اللي هو خاص بقناة ليبيا بانوراما من السنة الماضية، اللي هي شغل اللي اشتغلناه هنا مع زميلتي إلهام من أعداد طبعا،
افكار مع بعضنا مشتركه افكار. عندنا تو اخر شيء عندنا هو برنامج شغف معنا الاستاذه سميحه، هذا جزء اللي هو متخصص في وش بنقول لك يعني الصنعه اللي هي ما تبانش لكن نكتشفوها احنا عن طريق الناس اللي هي تدير شيء وتطلع به وتنجح. فطبعا احنا اول ما بدينا جلستنا مع بعضنا بدينا نشتغل على الاعمال هذه. طبعا زميلتي الهام عدت برامج الموسم الماضي، من ضمنها برنامج شهر رمضاني مناني وعياد، طبعا شاركت فيه استاذ مروه انت واستاذ حسن السعداوي ما ننسوش نشكروه حتى هو واستاذ عبد القدوس. طبعا احنا شغلنا متعاونين ببعض، والاعمال اللي موجوده الان بت على قناه البانوراما هذا انتاج اللي هو نذكركم به اللي هو وما يسحقش انه نذكركم به اللي هو مع الحكيم، هذا من اهم البرامج اللي داخل القناه. وعندنا برنامج اللي هو مما تحبون برنامج ديني، وعندنا برنامج اقرا معي اللي هو عرضناه في شهر رمضان الماضي، وعندنا شيء ثاني اللي هو الموجود حاليا يطلع في الشارع اللي هو يحاكي معاناه المواطن وشغل المواطن اللي هو ناس واخبارها. فطبعا الحوصله موجوده مع بعضنا وحنزيدوا نستمر ونهدرسوا احنا. طبعا نشوفوا زميلتنا الهام نمشي اكيد في الاعداد نتاعها معاها. الهام دائما كنت خلف الكواليس، كنت تكتبي يعني كنت تفضلي انك انت تكوني موجوده خلف الكواليس، ربما الدقائق الاخيره قررت انك انت تدخلي الاستوديو وتنضمي لينا. الهام طبعا نرحب بك مره ثانيه، والهام احكي لنا على محتوى البرامج واهم الاعمال اللي تميزت بها الهام داخل قناه ليبيا بانوراما. طبعا نرحب بك مروه وبكل الساده المشاهدين متتبعي قناه ليبيا بانوراما، وكل عام والجميع بالخير وليبيا بخير ووطننا الحبيب بامن وسلام واستقرار. ليبيا بانوراما طبعا انا من 2016 منضمه لقناه ليبيا بانوراما، وزي ما قال الاستاذ محمد هي بيتي الثاني. وأنا من وجهة نظري بدون أي انحياز يعني بصفتي كإعلامية وصحفية من خلال تجربتي في هالقناة، ليبيا بانوراما هي القناة الأم الحاضنة للجميع بدون إقصاء بدون تمييز، هي القناة القريبة من الشارع الليبي والمواطن الليبي، هي القناة اللي منذ انطلاقتها واكبت جميع أزمات المواطن الليبي وعاصرة الحروب ومن قلب الحدث. هذا ما يميز ليبيا بانوراما. إضافة أنا نعتبر ليبيا بانوراما مدرسة، يعني ليبيا بانوراما خرجت العديد من الكوادر الإعلاميين اللي الآن هم مؤسسين قنوات أخرى، وطبعا هذا شيء يحسب لها القناة الأم. إضافة إلى أقدميتها وأسبقيتها استمراريتها. بالنسبة للبرامج بالنسبة لي أنا كصانعة محتوى طبعا بتوجيه وبتعليمات طبعا من الإدارة أن احنا لازم نشتغل بمهنية بمصداقية بموضوعية، نقدم الحقيقة والواقع المعاش للمواطن الليبي بدون أي تزييف أو تدليس بالدرجة الأولى، نقل معاناة المواطن، نحاول نكون المنبر الوسيط ما بين المواطن وبين الجهات المسؤولة، نحاول نضمد جراحة يعني ما نرشوش هو جرح في جسد الوطن، نحاول أن نضمده يعني ما نزيدوش الرش عليه الملح. قناة محتوانا أن يكون مستوحى من العادات والتقاليد والقيم وتعليم ديننا الحنيف، المحتوى يكون قيم هادف يثري ثقافة المشاهد بمنأى طبعا عن التهريج والإسفاف والابتدال، الأفكار تكون الأفكار ليبية تعبر عن الهوية الليبية ومش أفكار مستوردة من الخارج بالدرجة الأولى. فهذا اللي يميز قناة ليبيا بانوراما، وأهم شيء الوطن، مشاكل الوطن، قضايا الوطن، وكذلك المواطن والهوية الليبية وعاداتنا وتقاليدنا بالدرجة الأولى، إضافة إلى مجموعة من الوثائقيات اللي هي احنا في زمن العولمة ولازم نواكبه. وانت تعرف المنافسة الآن على أشدها وفي تدفق إعلامي حر هائل والمشاهد يتخبط الليبي أي قناة يختار، فاحنا حاولنا أن نمسك العصا من المنتصف ونكون الأقرب إلى الحقيقة، وأن يكون التنافس شريف بالدرجة الأولى، وأن نكون صوت المواطن الليبي في كافة المدن الليبية.
هذا فيما يخص المحتوى. طبعا في برامج رمضان قدمنا جانب بنسألك الصحي. بنسألك على برامج نعم. رمضان إلهام باللامة في شنو تميزت حست روحها في شهر رمضان في عمل هيك قعدت في بصمة لإلهام باللامة؟ هو والله العمل هذا جاب لي مشاكل للأمانة. طبعا رمضان كانت مائدة دسمة مكتنزة وزاخرة بكل ما لد وطاب للمشاهد الليبي، المعلومة الصحية، المعلومة الدينية، الاجتماعية، الثقافية، أو حتى جانب الترفيه. كان جانب الترفيه في إسقاط على الواقع اللي هي منوعة، كانت على المائدة مناني وعياد خطرها اللي كانت على غرار منوعة بسباسي. يعني وأن كنت أنا مش بنفس المستوى وجودة الكتابة لطاهر جديه، ولكن حاولت أنني نوعا ما أن يكون قريبة منها. المنوعة هذه بصراحة كانت لسان حال المواطن الليبي على اختلاف الأيديولوجية والانتماءات والواقع، يعني فسببت لي شوية مشاكل، لأن دائما احنا الليبيين يعني المشاكل تقصدي اللي تتكلم عليها مشاكل يعني وين في الكلمة تؤول. الكلمة تؤول، ورغم أن القناة أعطتني مطلق الحرية لأنني بننقل صوت الشارع الليبي وما فيش أي توجيه من سياسة القناة، هذا نقل واقع الشارع الليبي وإسقاط كوميديا على المعاناة. أنا كنت لسان حال المؤيد لثورة فبراير، لسان حال السبتمبري، ولسان حال الكرامة، ولسان حال اللي يعاني من أزمة الكهرباء، ولسان حال اللي يعاني من أزمة السيولة. فالناس في بعض الناس يعتقدوا أن القناة هذا لسان حال القناة، لا، هو كان يعبر عن رأي المواطن بجميع الأطياف. حاولنا أن احنا بشكل كوميدي وساخر ومن أمتاننا ومن موروثنا الشعبي. وللأمانة البرنامج هو على فكرة يعني حتى جاب نسبة مشاهدة عالية من المدن اللي لدرجة قاعد يقولوا لي معقولة قناة ليبيا بانوراما تتكلم على حقوق الناس المؤيدين للنظام السابق؟ ليه؟ ليش تتكلم؟ يعني الليبيين احنا لما نقولوا خطابنا مصالحة ولم شمل، فلازم نتكلم على أخوي الليبي المؤيد لسبتمبر أو المؤيد لفبراير. فعلا ننتقلوا للأستاذ محمد. أستاذ محمد طبعا خلينا نكسر الروتين. تمام. محمد نشنوش، اهلا بك استاذ، نورت مره ثانيه. ممكن قناه ليبيا بانوراما البعض يرى يعني ان هي مقله في انتاج البرامج، كيف تفسر هذه الاقوال ووجهه نظرك؟ شوفي، هو بالعكس احنا كانتاج للقناه حتى اداره القناه يعني الحق مشكوره جدا، وفي جلسات اجتماعات خاصه بينا احنا في دعم للقناه ان احنا يعني حنديروا برامج، حننفذوا برامج جديده. بالعكس هي كانت احنا في الخارطه اللي هي السابقه، طبعا زي ما تعرف انت الوضع الامني داخل البلاد ما سمحناش ان نصوروا داخل المدينه خارجيا ليليا او كذا. فطبعا احنا مجهزين لسنه 2020 ان شاء الله مجموعه من الاعمال الجديده ان شاء الله هتعرض، وانتاجنا موجود. وبالعكس احنا الاداره في صراع احنا وياهم، وبالعكس هم اللي صاروا معنا يبون احنا نشتغل ونطلعوا شيء يعني، عرفتي؟ واحنا مستعدين ان شاء الله بعون الله، ونحبوا مشاهدين ومحبين قناه ليبيا بانوراما انهم يتابعونا. احنا حتى عندنا برنامج اتجاهات يقدم فيه زميلي اي وئام التايب، يعني في حله جديده حيطلع، وعندنا برنامج الرياضي حتى هو حيطلع في حله جديده، برنامج الشغف طبعا الاستاذه سميحه، وفي عندنا برنامج ثاني اللي هو حنخدموا عليه ان شاء الله في الايام القادمه انا والهام، مش نبيعوا به، خلوا مفاجاه يعني في بعض البرامج راح تكون مفاجاه ما نعرفوش يعني. لا مازال شويه هيك ان شاء الله نشاهدوه على الشاشه 2022 باذن الله، وحنكون احنا شغلنا مميز. وطبعا الشغل المميز احنا قلت لك يا مروه احنا داخل طرابلس، وتلفزيون بانوراما خش للحوش، اي حوش في ليبيا كلها خش، لان احنا بعاداتنا وتقاليدنا احنا ما صنعناش، ما جبناش محتوى مصنوع من برا. صحيح. بالعكس احنا من داخل البيت متاعنا ونعرفوا بيتنا شنو يكون، احنا ما جبناش معدين من خارج الوطن، ما يعني اجانب يخدموا لنا في محتوى متاع ليبيين، شخصيه ليبيين نفسها اللي عايشين فيها. بالعكس انا لما نجي قاعد نتفرج على التلفزيون على ليبيا بانوراما نفرح، نبدا عائلتي يعني برنامج عائلي نتفرج عليه،